طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين وآخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إذن أكملت ثورة تشرين 100 يوم على انطلاقها ضد النظام وأحزابه الفاسدة في الأول من تشرين الأول الماضي، وبالتزامن مع حلول اليوم 100 لانطلاق الثورة واصل المتظاهرون توافدهم إلى ساحات الاعتصام في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية، مؤكدين الاستمرار بتظاهراتهم حتى تحقيق مطالب الثورة بإسقاط النظام وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق. وعلى صعيد آخر، شنت إيران هجوما على القوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وسط تحذيرات من تداعيات اتخاذ العراق ساحة للمواجهة والحرب. وراح نحكي بعدين على هذا الموضوع، موضوع انتهاك السيادة إن كان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إيران. إذن أكملت كما أشرنا ثورة تشرين 100 يوم على تفجرها في الأول من تشرين الأول الماضي، حيث شهدت العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق تظاهرات شعبية حاشدة ضد العملية السياسية وأحزابها الفاسدة، في وقت سقط في هذه التظاهرات نحو 1000 شهيد وأكثر من 20,000 جريح برصاص القوات الأمنية والميليشيات، كما تعرض العديد من ناشطيها للاغتيال والخطف على مدى 100 يوم، وهو عمر ثورة تشرين اليوم أكملت 100 يوم. بالتزامن مع حلول اليوم 100 لانطلاق الثورة تشرين، واصل المتظاهرون توافدهم إلى ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات. في العاصمة بغداد التحقت جموع غفيرة بصفوف المتظاهرين في ساحة التحرير ومحيطها، رغم إجراءات التضييق الحكومي وإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحات الاعتصام. وأكد المتظاهرون تمسكهم بالمطالب التي خرجوا من أجلها وقدموا تضحيات كبيرة في سبيل تحقيقها، كما شددوا على وجوب إبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والدولية والحفاظ على سيادة البلاد. بدخول ثورة تشرين يومها 100، أكد المتظاهرون في محافظة واسط الاستمرار بتظاهراتهم حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين المتمثلة بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة، فضلا عن إنهاء النفوذ الإيراني في العراق. في بابل أكد المتظاهرون استمرارهم بالإضراب العام حتى إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة، وأشار المتظاهرون في ساحة الاعتصام بمدينة الحلة إلى أن ثورة تشرين هي ثورة شبابية وطلابية عراقية ولا تنتمي إلى أي طرف دولي، مشددين على ضرورة إنهاء التبعية للخارج. ودعا المتظاهرون في بيان لهم النقابات المهنية وأهالي الطلاب في محافظة بابل إلى التمسك بمواقفهم السابقة بالإضراب عن الدوام في المدارس والدوائر الحكومية حتى تحقيق أهداف ثورة تشرين ومطالبها المحقة. 100 يوم مرت على انطلاق ثورة تشرين المطالبة بإسقاط حكومة المحاصصة الطائفية وأحزابها الفاسدة، ورغم حجم القمع الذي واجهت به القوات الحكومية وميليشياتها التظاهرات وسقوط مئات الشهداء وألاف الجرحى في صفوف المتظاهرين، إلا أن ذلك لم يثنيهم عن مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها. وإحنا نشوف المقاطع بشكل يومي، عشرات المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كذلك إحنا شفنا في بداية الحلقة مقطع فيديو يصور آثار الدمار اللي خلفتها الميليشيات بعد هجومها يوم أمس على خيام المتظاهرين في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، وإحنا كنا يوم أمس بتغطية مباشرة عندما حصلت الأحداث في حلقة صوتكم، وشفنا مقاطع مباشرة من ساحة الحبوبي في وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، واستشهد متظاهر وأصيب العشرات بجروح خطيرة بعدما هاجمت هذه الميليشيات المتظاهرين قرب جسر الحضارات وساحة الحبوبي بالرصاص، وأحرقت خيام المعتصمين بعد ساعات من رفض متظاهري الناصرية إقامة تشييع رمزي لقاسم سليماني المتهم بقتل المتظاهرين واختطاف الناشطين. نعم، معنا اتصال. حسين
من السعودية. تفضل حسين. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء النور الله يخليك. حياك الله يا حبيبي. البارح الهجوم هذول القدد السرطانية الخبيثة الميليشيات هذه قدة خبيثة ويجب استئصالها، وللأسف يعني أمريكا هي اللي أعطتها الميليشيات وهي اللي وضعت الميليشيات، والآن كان وقت ما كان أحد الموجودين رمى بوش ذاك الوقت في الحذاء، كان المالكي الخبيث هو اللي وده أنه لذق أخذ الحذاء وفتح به وجهه، لأنه هو البوش هو اللي مكن المالكي وحيدر الخبيث اللي يقول الحشد الشعبي هذا جزء من الجيش، فالميليشيات هذه الخبيثة هي اللي في بهدلة العراق والله ينصر ثورة تشرين. وللأسف اللي الجنازة الرمزية اللي كانوا جابوها في الأنبار، يعني قلة حياة ما بعدها قلة حياة، يعني الفعل اللي فعلوه في إخواننا في العراق، وبعدين زي ما قال الله سبحانه وتعالى أليس فيكم رجل رشيد أو ليس منكم رجل رشيد، يعني هؤلاء الخبثاء على رأسهم مرتدى القذر والحيدر العبادي وما يسمى بعادل عبد المهدي، ولا فيه من العدل مثقال ذرة، وما واللي حصل المأساة للجماعة للأخوان البارح يعني مأساة، يعني قلة حياة، يعني الناس تحتفل بموت هذا الخبيث وهم يسوون جنازة رمزية لهذا الذي قتل تقريبا أكثر من 200 شخص، والمجازر اللي صارت في المقابر الجماعية في السقلاوية وفي الفلوجة وفي يعني هذه الأمهات إلى زالوا يقولوا 4 سنوات مضى عرضي المقابر الجماعية جرف الصخر والفلوجة والسقلاوية، يقولوا احنا ما احنا بعارفين عن ابنانا اي شيء، علمونا اياهم مدفنين، يعني البوسنه ما فعلت ما فعله العبادي ومقتدى الغذر وسليماني الله لا يجزاه خير، وان شاء الله الفال للفياض وللغدر وللمالكي يا رب العالمين ان شاء الله، وهذا عند الله ليس ببعيد، والله ينصركم يا ربي يا كريم في هذه الليله المباركه ليله الخميس يا ربي يا كريم على ما فعلوا فيكم البارح، الله لا يجزاهم خير ولا ينور دربهم لا دنيا ولا أخرى. حسين من السعودية كان معنا مع الاتصال. جودة من إسطنبول، تفضل جودة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يسعدك حبيبي. حياك الله يا أهلا بيك. حيا البرنامجكم وقناتكم المفضلة. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز. بالنسبة هذا المتظاهرين السلميين صار لهم أكثر من 3 أشهر في كل محافظات العراق صراحة، ما عدا الكردستان ما عدا المناطق الأنبار والفلوجة، خلينا نقول هذا يشمل كل العراق صراحة. احنا نتابع مننا هذا متظاهرين سلميين والميليشيات ظاهر أقوى من الحكومة، نعاني بعض المرات جيش مع المتظاهرين بس ميليشيات ظاهر أقوى من الحكومة حاليا في العراق. تشكيل الميليشيات منه الأحزاب السياسية، الأحزاب في أي دولة حاليا، في تركيا خلينا نقول في أحزاب، أيضا في كل دولة في أحزاب، بس أحزاب خدمة للشعب وليس ضد الشعب، بس بالعراق عكس ذلك. فمتظاهرين الله يستر عليهم إن شاء الله، منصورين إن شاء الله، بوجودكم ووجود قناتكم إن شاء الله تشجيعا للمتظاهرين سالمين. ما شفنا في يوم من الأيام متظاهر شايل طلقة واحدة زين حبيبي. نعم. فمن هذا الباب إن شاء الله بالخدمة كل العراقيين ونصر علينا إن شاء الله، نخلص من هالميليشيات ونخلص من هالأحزاب الدينية باسم الدين خربوا البلد. نعم. مع احتراماتي لكم وتقديري وتحياتي لكم. حياك الله جودة من إسطنبول كان معنا. طبعا بعد الحرق مباشرة البارحة اللي صار بالناصرية من قبل الميليشيات ضد المتظاهرين والمعتصمين السلميين، شرع المعتصمون في ساحات الاعتصام وسط مدينة الناصرية بتأهيل خيامهم التي قامت القوات الحكومية وميليشياتها بإحراقها ليلة أمس في محاولة فاشلة لإنهاء الاعتصام، حيث أكد المتظاهرون على عزمهم على الاستمرار في التظاهرات رغم جميع أساليب القمع الحكومي والميليشياوي حتى تحقيق جميع مطالب
الثورة وعلى رأسها إسقاط نظام الأحزاب الفاسدة. طبعا متظاهرو ذي قار كذلك شيدوا سواتر ترابية لحماية المعتصمين في ساحة الاعتصام في مدينة الناصرية، وذلك عقب تكرار هجمات الميليشيات على ساحة الحبوب وسط المدينة والاعتداء على المعتصمين فيها. نعم معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بيك. تحية لك وتحية للقناة وتحية للكادر، تحية للشعب العراقي، تحية للمتظاهرين بكل محاورات العراق العزيزة. حياك. وكل ما يجري من الأوضاع بالعراق، تصادم المتخادمين، النظام الإيراني والولايات المتحدة هي الثورة العراقية، هي حركت كل شيء، والشعب العراقي هو الكتل الأكبر وهو الذي يغير، ولا نعول على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، ثم على الشعب العراقي هو الذي يغير كل الخاونة هذول ويحاكمهم، والشعب العراقي وصل إن شاء الله للنصر، وكلنا نأيد الشعب العراقي تأييد كامل، ونهني الأمة العربية بمقتل هذا المجرم وهو أذياله، وتحية له. أبو فيصل من السعودية كان معنا. طبعا كذلك أحرقت مقرات الأحزاب في محافظة ذي قار في وقت أطلقت الميليشيات النار على المتظاهرين وأحرقت خيام المعتصمين كما أشرنا قبل قليل، وكذلك يوم أمس كما أكدنا بأنه كنا على بث مباشر، كنا نتابع ببث مباشر من هناك من مدينة الناصرية. مصادر صحفية تحدثت بأن مقرات ميليشيات بدر العصائب إضافة إلى تيار الحكمة وحزب الدعوة أحرقت بشكل كامل للمرة الثالثة في غضون شهرين. طلبت محافظة البصرة أصدروا بيانا استنكروا فيه الاعتداء المتكرر على المتظاهرين المعتصمين في ساحات عدد من المحافظات من قبل ميليشيات مسلحة. في واسط، إذا رحنا إلى واسط، قائد شرطة محافظة واسط مثل ما راح نشوف المقطع بعد قليل، هدد بشكل واضح وصريح المتظاهرين في مدينة الكوت وأمر بمنعهم من ممارسة حقهم بالتظاهر السلمي. يأتي هذا في الوقت الذي أكد المتظاهرون استمرارهم بالتظاهر حتى تحقيق مطالب ثورة تشرين بإسقاط نظام الأحزاب الفاسدة وإنهاء حكم هذه الأحزاب. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. هذا حد انتهى. إذا واحد يقرب للمدرسة لو يجي للمدرسة، لو يقطع له شارع، لو يقول دوام ماكو إلا يذبحني الله، وأنا قائد الشرطة وحش. سيدي مرخصك. إلا يفوت على جلدي يوصل للمدرسة. الكل تنسحب. اسمعني. إذا واحد يحكي بنفس يقطع مدرسة، لو يمنع شارع، لو يحرق له تاير، أنهي من الوجود. سيدي. تهديد واضح. أنهي من الوجود. يعني شنو؟ أقتله. تهديد واضح وصريح. طبعا خلونا نقرا بعض رسائل واتساب. السلام عليكم، اني تبارك من الناصريه، تقول احيي قناتكم الكريمه. تقول طبعا امس الاحداث اللي صارت بالناصريه، عمي احنا اهل الناصريه سباع والنعم والله. تقول ما نخاف ولا نرهب من الاحزاب لانهم فاسدين، واحنا نطلعهم من العراق كله، وما نخلي ولا حزب عندنا، واحنا اهل الناصريه لا حد يندق بينا الرجعة بتابوته ولا نطي قاعنا، احنا اهل الثورة، احنا اهل الشرف والعفة، لا تندقون بينا. رسالة من فاتن من ألمانيا تقول فيها السلام عليكم على قناة الرافدين، تقول اخي هيش ايران تريد تسوي حرب بالعراق، تاخذ ثارها من العراق، لان خسرة الحرب مع العراق احنا اللي بينا مكفينا، شعب العراقي ما يريد غير الوطن، خلي ايران وامريكا يحاربون خارج بلدنا. شكرا للكادر، كادر قناة الرافدين. رسالة من نوار من هولندا يقول السلام عليكم، الثورة مستمرة حتى النصر، تحياتي إلى كل ثوار العراق، إن شاء الله سيتم تحرير العراق من الحكومة الفاسدة، الخائفون لا يصنعون الحرية. نعم.
يقول السلام عليكم أخي الكريم، نعلم أن هناك إطلاقات صوتية لكل، لكن هل يوجد هناك صواريخ صوتية 22 صاروخ تطلقها إيران على قواعد عسكرية فيها أمريكان، لم يصب أي جندي أي معدة عسكريا ولا يخلع حتى باب؟ يقول ما هذه المسرحية؟ معنا اتصال فاطمة من السماوة، تفضلي فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أقول لك يمك، نعم، هاي إيران مخبلة مخبلة كلش ما بيها حظ، من تطلق صواريخ إحنا شنو ما تروح لأمريكا تطلق عليها، إحنا يا همالتنا ها؟ وأبي أشوف هذا المجسم ها؟ يعني عم على هاي الشباب كلها الحلوة، كل معناها؟ والله يمك. نعم. عيني فاطمة إذا تنصيل التلفزيون وتحشيني براحتك. ها نصيل التلفزيون نصير. للأخير إيه والله. ها يمه. إيه نعم. ها والله هسه إحنا والله يوم خرصة قلوبنا النهار كله نبكي على هاي الشباب الحلو. كل معنى هذا شوف شنو هم دولة شنو هم واحد وجهه مجلس في براح تحشين بكليني ولا خمر كليني. نعم. يوم بعد روحي يطول عمرك يوم بعد قلبي. الله يسلمك الله يخليك. احنا هاي ما نعجوز يمه ما نعجوز. ايش الصحة والعافية. انا ويا الشباب وانا قاعدة بحوشي القطع النفس. واريد يطول عمرهم ويرهيهم على ذول الظلام واولاد الحرام. الله يسلمك ويخليك. أنا أشكرك. الله يسلمك يما بعد روحي مع السلامة. مع السلامة. الله وياك. مع السلامة. أنا أشكرك فاطمة من السماء وكانت معنا. طبعاً المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق طالبت حكومة بغداد بالجدية في تعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية المتظاهرين السلميين، وأشار بيان للمفوضية إلى أن هناك تصاعداً ملحوظاً في عمليات الاعتداء والقتل والاختطاف والتنكيل والتهديد ضد المتظاهرين السلميين والناشطين لا سيما في محافظات بغداد والبصرة وكربلاء وذيقار. وأكدت المفوضية أن مواد الدستور تكفل حق التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي والتعاون في تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين. نعم معنا اتصال خليفة من تونس، تفضل خليفة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. إذا لم تستحي فما شئت. هم حبوا ما عندي يخوفوا كما عملوا في تونس. مو قادم تاع الأمن وخوفوا الجماهير وخوفوا المتظاهرين ونقتلوا وما في الآخر ولوا محاكمين ولوا هم يتدللوا ولوا هذه ما عندها في الإنسان. يا أيها الذين آمنوا صابروا بالوسابي ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون إن شاء الله نصر قادم وإن شاء الله الناس اللي مناصرينهم أعداء الأمة وأعداء العراقيين المقبور والمقابر الذين وجماعاتهم إن شاء الله من هزيمة إلى هزيمة وإن شاء الله تتواصل النصر عن قريب بإذن الله سبحانه وتعالى وما يخوفش قدر يخوفوا فيما يقولوا نسدوا على أيديكم وريقوا قلوبنا معاكم. أحنا أبناء الشيخ عبد القادر الجيلاني سواسة كل تحب العراق ورانا لأنهم أصير معكم وإلى الأمام شاء الله عن قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم أنا أشكر خليفة من تونس كان معنا. طبعا أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بالكشف عن مصير الناشط المدني محمد فاضل العبودي الذي اختطف بعد مغادرته تظاهرات ساحة التحرير وكان متوجها إلى بيته في مدينة الصدر في العاصمة بغداد. الناشطون قالوا بأن العبودي شارك في التظاهرات منذ انطلاقها مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي ولغاية يوم اختطافه. مفوضية حقوق الإنسان كانت قد أكدت ورود بلاغات لها باختطاف عشرات المتظاهرين في العراق من قبل الميليشيات المسلحة. طبعا كذلك احنا راح نروح إلى موضوع اللي صار البارحة، القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد غرب محافظة الأنبار. راح نتحدث عن تداعياته. قبل ما نأخذ الفاصل، الأمم المتحدة أعلنت إخلاء مقر بعثتها في المنطقة الخضراء وسط بغداد لأسباب أمنية، وأكدت البعثة الأممية في العراق بأن الهجمات الإيرانية تنتهك
سيادة العراق وتؤجج الصراع، وأشارت إلى وجوب أن لا يدفع العراق ثمن الخصومات الخارجية. يأتي هذا في الوقت الذي قالت وزارة الخارجية البولندية بأنها أجلت أو أجلت سفيرها في العراق بيت بينكس من البلاد بسبب توتر الأوضاع الأمنية وبطلب من بريطانيا التي اتخذت نفس القرار، حيث يتشارك البلدين مقر مبنى السفارة، فيما أكدت الوزارة بأن السفير عاد من العراق ويتواجد حاليا في وارسو. إذن مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم صوتكم، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. تستنكر أحداث الناصرية ووقفة تضامنية مع أخوتهم في الناصرية هذا اليوم. العراق واحد من الشمال إلى الجنوب. العراق جسد واحد. هاي الشباب الأحرار. أعداد كبيرة جدا في ساحة تحرير الساعة 11 مساء. اليوم 7/1/2020. الجزء الثالث والخامس والعاشر، هذا هو الجزء الثاني في تحرير. لما هنا هم مساندة الناس كبار السن ما يقدرون يشون بس يساندون كل إخوان في الناصرية. سننتصر عليكم بسلميتنا، سننتصر عليكم بسلميتنا، تبا للميليشيات الوقع على الأحزاب الفاسدة، تبا للأحزاب الفاسدة. اهلا وسهلا بكم من جديد. اللي صار البارحه او اليوم بالتحديد فجر اليوم، إيران قصفت قواعد غرب محافظة الأنبار، قاعدة عراقية كانت تسمى قاعدة القادسية. بعدين بعد 2003 إجوا الأمريكان تمركزوا بها، طبعا بها تواجد لقوات الجيش وتواجد لقوات الجيش الأمريكي، وسموها قاعدة عين الأسد. اللي صار البارحة ضربتها إيران بعدة صواريخ منطلقة من داخل إيران إلى هذه القواعد. طبعا الهجمات أو الصواريخ لم تسفر بحسب بيانات الإدارة الأمريكية عن أي إصابات أو أي قتلى في صفوف العراقيين أو الأمريكان. طبعا جاءت العملية ردا بحسب إيران، الحكومة الإيرانية ردا على مقتل قائد فريق القدس الإيراني قاسم سليماني، وكذلك الذي قتل على الأراضي العراقية بعد خروجه من المطار، هو أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد في العراق. أمريكا تنتهك السيادة من جانب، وهناك حديث بأنه أصلا قاسم سليماني دخل العراق وكان يدخل العراق بصورة مستمرة حتى الحكومة ما تدري به، بعض الشخصيات فقط.
إيران ضربت البارحة، هذا الأمر أثار الحديث من جديد، الحديث المتكرر منذ العام 2003 ولغاية الآن، أين هي سيادة العراق؟ هل العراق عند السيادة؟ طلع أن عادل عبد المهدي قال والله الإيرانيين قالوا لي إحنا راح نضرب القواعد الأمريكية بالعراق. يعني معقولة رئيس حكومة يبلغ من دولة جارة بأنه سوف تضرب قواعد عسكرية هو من المفروض أنه يشرف عليها، وهو اللي هو أو الحكومة السابقة وبرضاء دعا هذه القوات الأجنبية إن كانت أمريكية ولا قوات متعددة الجنسيات للبقاء في هذه القواعد من أجل التدريب والاستشارة مثل ما هم يقولون لمحاربة تنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم داعش، وبكل رحاب الصدر يخابروه ويقولوا له عمي عادل عبد المهدي ترى احنا راح نضرب هذه القواعد الأمريكية ردا على مقتل قاسم سليمان، يقولهم أهلا وسهلا تفضلوا. بينما هناك مصادر تتحدث من ضمنهم المتحدث باسم الجيش الإيراني قال احنا ما بلغنا الحكومة بالعراق انه احنا راح نضرب القواعد الأمريكية، وهذا صار بتضارب. وقبلها طلع عادل عبد المهدي لما انضربت مقرات لميليشيات حزب الله على الحدود العراقية السورية وقال احنا الأمريكان بلغونا احنا راح نضرب هذه المقرات، واحنا بدورنا بلغنا حزب الله فرع العراق بأنه سوف يضربون. يعني ما معقول انه الأمريكان بكل هذه السرية يجون يبلغون عادل عبد المهدي حتى يبلغ الجماعة حتى يطلعون حتى الأمريكان بس يضربون. فهناك يعني هناك الكثير من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بالكذب، اتهموه بتضليل الحقائق. اليوم الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع العراقي الحديث يتكرر عن السيادة في العراق، يقولون لا وجود للسيادة في العراق، العراق أصبح بعد العام 2003 ولغاية الآن وفي تصاعد هو مسرح عمليات لتصفية حسابات بين الدول. وكذلك أشاروا إلى أن هذه الضربة هي لا تعد إلا مسرحية وإلا أنها يعني لغسل ماء الوجه أو من باب أنه ردة فعل حتى تهدئة الشارع الإيراني وردة فعل طبيعية كما وصفها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأنها تأتي للدفاع عن النفس وتأتي ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد. فإحنا نتحدث بهذه نصف ساعة المتبقية من البرنامج نتحدث عن موضوع القصف الإيراني على قاعدة عين الأسد وكذلك في أربيل، سقط الصواريخ في أربيل. معنا اتصال أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أشكرك جدا، تحية لك ولقناتك. حياك الله يا أهلا بك. أشكرك أخي عمر. أنا تعقيبا على تصريحات جواد ظريف، طبعا جواد ظريف صرح قال إن أيام الأمريكان أصبح معدودة، يعني أيام أنت سيكون في المنطقة، لكن طبعا مثل ما قلت هم يريدوا أن يحفظوا ماء وجههم وأن يعيدوا كرامتهم، لأن مسحت كرامتهم في الأرض في مقتل المجرم قاسم سليماني. فاليوم صرح قائد الحرس الثوري قال نحن لا نريد حربا شاملة، هناك تناقض، يعني هناك تناقض في تصريحات ظريف أنه يريد أن يجمع الأمريكان بالمنطقة، وحرس الثوري يعني مثل ما قلت يريد أن يقول للشعب ها هنا نحن انتقدنا لقاسم سليماني وقصفنا القواعد الأمريكية. فترامب أيضا يعني قال لهم أنه ما راح يخرج من المنطقة راح يبقى. فنحن قلنا مرارا وتكرارا اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعل اخواننا اهلنا في العراق بينهم سالمين. فهم عملاء ايران في العراق عادل عبد المهدي ومالكي وكلهم وخزعلي والعامل كلهم مجرمين كذابين. انا نصيحتي لاهلنا في العراق في الخاص بالاخص في جنوب العراق ان لا ينجروا وراء تصريحات مالكي وغير هؤلاء على اساس انهم مجاهدين سوف يقاتلوا الغزاة الأمريكان ويمشوا، لأنه يعني أخذوا أبنائهم أخذوهم إلى أن يقتلوا، أخذوهم يا أخي عمر، يعني أخذوهم قتلوا أقربائهم أولاد أمتهم في الرمادي وموصل، ماذا استفادوا؟ يعني من استفاد؟ هم سرقوا المليارات جوعوهم وصار مصائب وكارثة فجوعوهم، ولماذا انتفض يعني ضدهم؟ فأنا يعني أتمنى أن لا يجروا وينخدعوا وراء هؤلاء القادة المجرمين
وان شاء الله مثل هم ايامهم اصبح معدوده، الشعب لن يترك الانتفاضه حتى يقضي على هؤلاء المسلمين القتله. فاعيد واكرر، اللهم ادفع بالظالمين بالظالمين واجعل اهلنا بينهم سالمين. نعم. ابو عبد الله من لندن كان معنا اتصال. ابو شيماء من دياله، تفضل ابو شيماء. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك اخويا. اريد اقول لك هذا قيس الخزعلي اللي يهدد امريكا، يقول ايران اخذت ثار قاسم سليماني واحنا ناخذ ثار ابو مهدي مهندس الارهابي. زين اقول له ايران هي سوت، هي خدعه، ضربت صواريخ كذب بكذب، لا اذت ولا ابد، مجرد شلون طلقات مال الجهال وخلاص. احنا من زمان قلنا مجرد ايران وميليشياتها هي عباره عن جيوبناء وغداره، غداره على الناس الفقراء. مجرد كاتمات صوت وميليشيات والميزانيه مال العراق كلها حولوها لايران وخلاص، وانما وجه بوجه ما يقدرون يقابلون امريكا نهائيا، لا قتل الخزعلي الارهابي ولا غيره ولا غيره. زين، وهذا البرلمان العراقي وهاي الاحزاب كلها ما تمثلنا نهائيا، ما تمثل الشعب العراقي. زين وخلاص، يعني هاي مجرد لعبة سواها إيران، مجرد ضربنا ها قاعدات الأمريكية. وين ياو طلعوا لي جندس تأذى، طلعوا لي واحد بالقاعدة الأمريكية تأذى، وينكو؟ زين أريد أقول له أنت من كلب إيران، هي إيران هي سوت له عمود، أنت راح تسوي؟ نقول له يلا خلينا نشوف. زين كلهم لا إيران ولا أحزابها كلها مريضة وخلاص، وكلهم إن شاء الله أيام معدودة وقربت. زين ونسعى الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا منها الاحزاب القذره نهائيا. تدري انت محافظه دياله قد ضابط يملك من وراء الاحزاب الميليشيات؟ محافظه دياله احكي لك على محافظه دياله والموصل وصلاح الدين، قد ضابط محافظه دياله يملك مليار او مليارين بسبب التسليب وبسبب الخطف وبسبب الابتزاز عن طريق اللسان عن طريق الحاسبات. زين بدعوه اربع الهاب، هاي ايران الفاسده جابت لنا اياها. زين وانا اشكرك قلبي. شكرا ابو شيماء من دياله كان معنا. طبعا وزاره الدفاع الالمانيه ادانت بشده الضربات الصاروخيه الايرانيه التي استهدفت قواعد اجنبيه في العراق، والتي جاءت حسب طهران ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني. وزيره الدفاع الالمانيه قالت، وهي نيجريت كرامب، بان بلادها تدين بشده الاعتداء الإيراني على قواعد تؤوي جنودا أمريكيين في العراق، وأشارت إلى أنه يجب على الإيرانيين عدم التسبب بتصعيد جديد قد يفاقم من حجم الأزمة في المنطقة، كما أدانت الخارجية الفرنسية هذه الهجمات. نجي على تصريح رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قال بأن إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية التي شنتها على الأمريكيين في العراق على حد زعمه. وأضاف عادل عبد المهدي بأن طهران أكدت لبغداد بأن القصف سيقتصر على مواقع للجيش الأمريكي، وأشار إلى أنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن خسائر بشرية في القوات الحكومية أو القوات الأمريكية. طبعا هذا الأمر، هذا التصريح وحده يكفي على أنه كل العالم اللي قدم واللي يقدم مساعدات عسكرية وأمنية واقتصادية للعراق إنه يراجع حساباته ألف مرة، ولا يثق بالحكومات أو الحكومة في العراق بعد هذا التصريح، خاصة إنه يعلم رئيس الحكومة في العراق وهو المستقيل بهذه الهجمات، ويعرض حياة جنود عراقيين ويعرض حياة جنود أجنبية هو دعاهم مثل ما يقول، وهو موافق على وجودهم في العراق، راح يخلي المجتمع الدولي يراجع نفسه ألف مرة بالتعامل مع الحكومة في بغداد. ومثل ما تحدثنا بحلقة يوم أمس بأن العقوبات الاقتصادية تلوح في الأفق ضد الشعب العراقي اللي راح يدفع نتيجة هذه السياسات اللي سميها العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع، هي سياسة انبطاحية من أجل تمرير مشاريع إيران في المنطقة، وجعل العراق ساحة حرب وساحة تصفية حسابات بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. العراقيين ما يريدون لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا يريدون إيران تتدخل بشؤون العراق، ولهذا من ضمن أهداف ثورة تشرين اللي طلعت بعد أكثر من 16 سنة أنه الشارع العراقي تيقن بأن العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن هو ساحة لتصفية الحسابات، هو أصبح
يستنزف من قبل الأطراف الإقليمية والدولية وعلى رأسها إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا احنا نسمع شعارات بأنه لا إيران ولا أمريكا، احنا نريد البلد يكون بلد مستقر، تكون علاقات قائمة على المصلحة، قائمة على الاحترام المتبادل، قائمة على احترام السيادة. معنا اتصال أم عمر من السويد، تفضل يا أم عمر. الله يساعدك. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا، يا أهلا بيك. أنا متابعة حلقاتكم كلها. أهلا بيك يا أهلا وسهلا. ويعني طبعا الراشدين مدى أسدها من أبعد الصبح إلى ساعة 3 بالليل، قناة يعني ده تنقل الأخبار الصحيحة وكل مهنية وكل صدق. يعني بالنسبة لهاي الحكومة، هاي مو حكومة بس، إحنا مع الأسف القنوات الفضائية مكبرة روسهم، والقائد الفلاني والرئيس الفلاني هم حتى من يقعدون يم إيران ويم روحان ويم أذلاء قانعين، هم هذول يحبون العراق لمنموهم من الزبايل وجابوهم على روسنا. والله ألف تحية، ألف تحية الأبطال الناصرية العروبيين المخلصين المحبين، صدق بيضوا وجه العراق ورفعوا راس العراق، كل شاب راح من عندهم يسوى الحكومة ويسوى إيران وأبو إيران. نعم واشكرك والله يحفظكم ويوفقكم وتنقلون الحقيقة بما هي. الله يسلمك أم عمر، هذا واجبنا. شكرا أم عمر من السويد كانت معنا. طبعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي قال بأن استهداف الصواريخ الإيرانية لقاعدة عين الأسد في الأنبار ومحيط قرية سيدان بالقرب من مطار أربيل الدولي ليس أول خرق للسيادة العراقية. وأضاف عبد الخالق العزاوي بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي مسلوب الإرادة وليس لديه الصلاحيات، وأشار إلى أنه حتى لو أصدر بيانا بشأن الخرق فلا قيمة له باعتبار أن حكومته لتصريف الأعمال. ويذكر بأن أحد الصواريخ سقط في محيط قرية سيدان بالقرب من مطار أربيل الدولي، فيما سقط صاروخ آخر بالقرب من قضاء بردرش غرب أربيل. طبعا البارحة ظلينا سهرانين إلى ساعات الفجر اليوم، يعني تقريبا للسبعة، نريد بس نسمع تصريح من قبل عادل عبد المهدي، من قبل متحدث باسم وزارة الخارجية بالعراق، وزارة الدفاع بالعراق، جيش، شرطة، أي جهة، ما سمعنا. كل العالم كان يتحدث وكل الأطراف تحدثت، إن كانت إيران اللي قصفت أو الولايات المتحدة الأمريكية التي استهدفت في هذه القاعدة، أطراف دولية كثيرة، العالم وقف على مثل ما نقول بالعراق على تكرجل، والجماعة نايمين، ما سمعنا من عندهم أي بيان وأي توضيح. بعدين طلعوا الجماعة اليوم في وقت متأخر قال لك عادل عبد المهدي والله أن الإيرانيين قالوا لي إحنا راح نقصف القواعد الأمريكية بالعراق. رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي قال بأن العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة إلى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات. أكد إياد علاوي بأن ردة الفعل الرسمية للحكومة مخيبة للآمال، ولفت إلى أن العراقيين يتظاهرون لهذا السبب في الساحات وهم يرغبون بمرشح قوي ومتحرر من الضغوط والتأثيرات الخارجية لكي يبعد العراق عن حروب الوكالة التي يدفع ثمنها الشعب العراقي. معنا اتصال أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. الله يسعدك أستاذ. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك، تفضل أستاذ. هي السيادة العراقية من الاحتلال لحد هاي القضية، نعم. أي سيادة عراقية ماكو. نعم. لأن هم اللي دا يحكموها ميليشيات إيرانية، ماكو حكومة عراقية بالعراق. فشوف أنت هسه يعني السيادة أتت يعني على مود والله ضربة إيرانية وكذا، وهسه هم استدعوا على أساس السفير الإيراني، هاي بس مجرد شغلات إعلامية. وأنه اتفاق هم والإيرانيين على ضرب القواعد الأمريكية بالعراق، لأن هم من جابهم يحكمون بالعراق، هي أمريكا جابتهم ونصبتهم على الكراسي. نعم بالفعل. وهسه دي يتبجحون دي يهددوها وكذا وكذا، هم المفروض يبوسون قنادر الأمريكا لأن هم قاعدوا على الكرسي هذا وبدوا يبوقون بالدولة وكذا ومصالحهم ومصالح إيران.
فهذا النفوذ الإيراني أتى مو من فراغ، أتى من هاي الحكومة اللي ما عندها أي قرار سياسي أو تنظيم دولة، أو عندهم ناس يعرفون شنو شلون حكم الدولة، ناس جهلة بس مجرد اللي هو يمسح بلوزة أو قميصة في تابوت خشب حتى يقول على أساس أنه هذا إلفة خير أو كذا يتبارك به. هذولا يعني يعتبرون راح يحكمون دول أو عندهم سيادة، لا، هذولا ناس معانا لهم أكثر من الواقع. نعم، هذولا هم عصابات هي أتت بهم الأمريكان وابتلت بهم. نعم، أشكرك. أنا أشكرك أبو إيسر من تركيا، كان معنا مع اتصال أبو عبد الله من الموصل. تفضل أبو عبد الله. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يرحم والديك، أنا من الموصل. نعم والديك. هم اللي ما يقولون سوينا ساحة معركة بالموصل مو أو بغداد، العالم اللي راح شنو؟ نعم أبو عبد الله كمل. زين هاي العالم شنو ذنب الراحت؟ زين هاي الحكومة أسست الحكومة لما بعد تقول لك احنا ندافع عن إيران وأتريد أمريكا تطلع، زين ليش ما يطلعون إيران؟ هاي العالم شنو الإبريال راحت؟ خليه يطلعون يقلعون يروحون لإيران، هم أمريكا ينجزون. نعم زين، يعني احنا كما شغل قلبنا اول وقلبنا اشتعل، زين بزعونا اول بزعونا، احنا قاعدين نتفرج على قناتكم وخبروا عليكم عطلونا الصور عطلونا الاسمو، زين بس والله بزعنا ملينا، يعني من قهرنا على الناس هذه، زين نعم خلينا نروح قاعدين هم امريكا ينجازون، زين خلونا براحتنا احنا، بس لقينا حل ناخذ بيه لقمة نرتاح نصفع نفسنا. نعم أنا أشكرك أبو عبد الله من الموصل، كان معنا اتصال رياض من أمريكا. تفضل رياض. السلام عليكم أبو عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا تحياتي لك يا أخ عمر والطاقم. حياك الله، يا أهلا بك. يا أهلا بك، تفضل. طبعا هذه المسرحية الإيرانية الأمريكية انتهت، هم مقسمين الكعكة العراقية من قبل الأحزاب، فالشعب العراقي هو الضحية يا أخ عمر، فالحل الوحيد هو إخراج الأحزاب الفاسدة من العراق بالقوة، شوفوا شلون، وتخلص المشكلة هاي. يعني صار هاي 3 أشهر قتل وخطف وقتل، شوفوا شلون. نعم اي، فما في كل حل عن إخراج الأحزاب الفاسدة بالقوة، وهاي يعني النتيجة، شوف شلون. وشكرا أخ عمر. أنا أشكرك رياض من أمريكا، كان معنا. خلونا نجي على التصريحات الأمريكية، خلونا نبدأ بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قال بأن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كما قال أكبر إرهابي في العالم، وأضاف ترامب بأنه لا توجد خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين في الهجوم الإيراني على القواعد العسكرية في العراق، وتابع ترامب بأن إيران مولت الإرهاب من خلال الاتفاق النووي ولن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، داعيا بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين للتخلي عن الاتفاق النووي مع إيران. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون قالت بأن إيران شنت هجوما كبيرا على القوات الأمريكية في العراق، وأكدت اتخاذها جميع الإجراءات التي تضمن حماية مصالح بلادها في العراق والمنطقة. وأضاف المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان بأن الوزارة تعمل على تقييم أولي للأضرار، وأضاف بأن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، وأشار إلى أن هاتين القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى نظرا لوجود مؤشرات تفيد بأن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة، وأكد بأن الولايات المتحدة ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية الأفراد الأمريكيين
وشركائنا وحلفائنا في المنطقة والدفاع عنهم كما قال. مسؤول أمريكي أكد لوكالة رويترز استهداف الحرس الثوري الإيراني لقاعدة عسكرية أمريكية شمال العراق، إضافة لاستهدافه قاعدة عين الأسد في الأنبار. يأتي هذا في وقت أظهر مقطع مصور لحظة القصف الصاروخ الإيراني على قاعدة عسكرية في محافظة أربيل، شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما أكد الجيش الحكومي أن 17 صاروخ استهدفت قاعدة عين الأسد غرب الأنبار، وخمسة صواريخ استهدفت مقرات للتحالف الدولي في أربيل. طبعا البارحة من كانت حكومتنا نايمة، الرئيس الأمريكي بعد الضربات مباشرة تغريدة على تويتر قال، أو اليوم طبعا احنا نقول البارحة لأن كانت جو بعدها ليل، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر بأن كل شيء على ما يرام، وجاري تقييم الخسائر بعد الهجوم الصاروخ الإيراني على قاعدتين بالعراق. وأضاف ترامب عقب اجتماع عاجل مع فريقه للأمن القومي للتشاور بالخطوة الإيرانية، وأن وزارة الدفاع تجري حاليا تقييم الإصابات والأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية في العراق، وأكد أن كل شيء على ما يرام وأنه سيدلي ببيان بهذا الخصوص. وطلع اليوم طبعا الرئيس الأمريكي وتحدث عن هذا الموضوع، ويعني أغلب العراقيين إذا تحدثنا بشكل خاص والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي كثير منهم طبعا قال لك هاي مسرحية، أنه فقط إيران أطلقت الصواريخ ردا على مقتل قاسم سليماني ولم تسفر عن إصابات أو تدمير لمفاصل مهمة أو أقسام مهمة في القاعدة الأمريكية لتهدئة الشارع الإيراني وكرد اعتبار. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.